المهم فتح له الباب وجاء بيحاول يخطفه، إلا فجأة جارهم اللي قدامهم طلع من البيت ومعاه سلاح يا جماعة الخير، ويطلع السلاح ويطلق فوق في الجو طراخ طراخ طراخ. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. أول شيء أقسم بالله العظيم أني أشكركم شكر لا يوصف، شكرا حرفيا على الكلام الجميل اللي قاعدين تكتبونه في الكومنتات، والله يسعدكم يا رب سعادة الدارين، شكرا شكرا بما تعنيه الكلمة. شيء ثاني يا جماعة الخير، هذا سنابي، تابعوني هناك، ممكن تكون في أحداث بسيطة برضو نتناقش بعض المواضيع المخصصة للقصص. قبل ما نبدأ حبيبي عزيزي المتابع في مقطع اليوم، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة، باقي لنا شوي ونوصل للمليون مشترك بإذن الله. قبل ما نبدأ في قصة اليوم، صلوا على الحبيب وعلى أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قصة اليوم يا جماعة الخير من القصص الجبارة، والله العظيم تعبت وأنا أقول هذه الكلمة، أن القصة اليوم ممكن يوم من الأيام تشوفها في أحد الأفلام. قصة اليوم قصة غير طبيعية، فيها أحداث استغرقت حرفيا مني ما يقارب 7 أيام في قرايتها. قصة اليوم مختلفة، يلا خلنا نبدأ. مثل ما أنتم عارفين القصص تحكي لنا أحداث صارت في الماضي تخلينا نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه سلمان. سلمان هذا يا جماعة الخير يعيش في أحد المناطق البسيطة. خلوني أعلمكم عائلة سلمان. سلمان يقول عائلتي مكونة من أب وأم وولدين، أنا وأخوي الكبير. سلمان هو الولد الصغير. يقول سلمان أخوي الكبير يبعد عني ما يقارب 7 سنوات، واسم أخوي نواف. يقول سلمان كنت أدرس في أحد الثانويات القريبة عند بيتنا. يقول طبعا مثل ما أنتم عارفين دائما الثانوية دائما يكون في شيء اسمه دوري مخصص لكرة القدم، مخصص بين المدارس، يعني يكون في تحديات بين المدرسة هذه والمدرسة هذه، والمدرسة اللي توصل للنهائي وتفوز تتوج على مستوى المنطقة. المهم يقول أنا من أولى ثانوي وأنا معهم. يقول في أولى ثانوي فزنا في الدوري المخصص المدارس، أتوقع تعرفونه اللي هو يسمونه منتخب المدارس، منتخب يكونونه من المدرسة نفسها. يعني كيف؟ والله في واحد لعيب في أولى ثانوي، واحد ثاني ثانوي، واحد في ثالث ثانوي، يجمعون اللعيبة ويدمجونهم مع بعض. يقول سلمان أنا من يومي أحب الكورة، من يوم ما كنت صغير 24 ساعة كورة. يقول كل يوم عند باب بيتنا كورة. يقول هذا الشيء خلاني أطور مستواي في كرة القدم. يقول المهم أولى ثانوي بعد ما خلصنا الدوري وفزنا فيه كلموني أحد الأندية الموجودة عندنا في المنطقة، قالوا سلمان نبغاك توقع معنا عقد لمدة سنة، نبغاك تلعب معنا. سلمان طبعا في ذيك الأيام يقول والله العرض هذا ما يتفوت، بعدين شيء حلو مرة إنك تطلع بالنادي ولابس تيشيرت النادي والبلوفر حقه، يا أخي تحس إنك فخم. يقول درجة حتى إذا جيت ألعب في الحارة أو في الملاعب اللي يستأجرونها أخوياي ألبس لبس النادي. يقول فأنا أحب ملابس النادي هذه لأبعد درجة. يقول المهم وقعت مع النادي هذا وصرت ألعب معهم كورة، وصرت أشارك معهم في الدوري المخصص للمناطق. يقول مرة يودونا يمين، مرة يودونا يسار، مرة يودونا شمال، مرة جنوب. يقول في كل مكان ودونا ولعبونا. يقول كانت تدريباتنا دائما تكون من الساعة 4 العصر لين 6 المغرب. يقول المهم استمريت في هذا النادي وأنا ألعب معهم. يقول دائما كنت أطلع على الساعة 6 كذا مساء، أطلع وأروح لبيتنا مشي. يقول وأنا طالع في حديقة قريبة من النادي هذا. يقول الحديقة هذه مرة جميلة، خلني أوصف لكم الحديقة شوي. يقول حديقة مربعة وكبيرة، يقول بعض اللمبات تكون فيها طافية، يقول في جهة منورة وفي جهة دائما تكون مظلمة. يقول أنا أدخل للحديقة عشان أقطعها وأقرب لبيتنا. يقول لو أروح أخذ فرع على الحديقة أو على الشارع الأساسي هذا وأنا قاعد أمشي راح أطول على ما أوصل بيتنا، يعني كانت الحديقة تختصر لي ما يقارب 13 أو 14 دقيقة. يقول دائما أطلع من النادي أمر على الحديقة وبعد أتوجه لبيتنا. وعلى هذه الحالة يقول في يوم من الأيام قالوا عندنا مباراة في منطقة بعيدة من عندنا وتبعد ما يقارب 400 كيلو أو 500 كيلو، قالوا استعدوا راح نروح للباص لهذه المنطقة ونلعب المباراة وبكرة نرجع. قلت لهم زين، وجهز وضعي وأغراضي وملابسي وشنطتي المعتادة واطلع من بيتنا ومر على الحديقة هذه وأدخل النادي. اللي قابل المدرب، هلا والله سلمان كيف حالك طيب، يلا يلا امشي معنا يلا يلا. يقول واركب معهم الباص واقعد وارقى فوق واحط الأغراض حقتي. يقول للباب يتسكر طقق حق الباص. يقول ونطلع الله يسلمكم لين المنطقة هذه اللي بنلعب فيها المباراة. يقول جاء وقت المباراة لعبنا وفزنا. تعرفون بعد المباريات وخاصة إذا كان فيها فوز يودونك تتعشى وبعدها يرجعون. يقول ودونا لحد المطاعم، والمطاعم الفخمة حرفيا في ذاك المكان. يقول تعشينا وكلنا حرفيا ما لذ وطاب بعد الفوز. يقول بعدها قال لنا المدرب نفسه يلا مشينا خلنا نرجع لمنطقتنا، نبغى نلحق قبل صلاة الفجر. قلنا يلا زين، يعني ما راح نرجع بكرة؟ قال لا خلونا نرجع الآن أفضل. يقول له بعض اللعيبة يقولون إيه والله خلنا نرجع أفضل لنا. طبعا الكلام كله هذا اللي يقوله سلمان وهو بعمر 16 أو
17 سنة. يقول ركبنا الباص وحطيت أغراضي ونمت شوي لأن العشاء كان ثقيل. يقول لين قبل النادي حرفيا بساعة صحيت من النوم وقعدت أتفرج على الطريق إلا كل اللي في الباص نايم إلا السواق واللي جنبه. قلت خلني أروح قدام معهم أسولف شوي على ما نوصل للنادي. يقول طبعا في شارع يفصل بين النادي والحديقة. يقول خلاص قربنا للنادي وعلى يساري يكون النادي وعلى يمين يكون الحديقة الكبيرة اللي قلت لكم. يقول والتفت كذا يمين يقول إلا شفت شيء شدني مرة. شفت شخص طايح على البلاط حق الحديقة ولا عنده أحد والمكان منور كله. يقول وكان جنبه الكرسي فقلت أكيد إنه يا منسدح تحت الكرسي أو كان نايم على الكرسي وطاح تحت. قلت في هذا أقرب حل هذا الشيء. يقول المهم دور الباص إذا دور يكون النادي على يميني والحديقة على يساري. يقول وقعدت أناظر لحد الآن ما قام من على الكرسي. طبعا نظام الباص ما يوقفك إلا جوا النادي عشان يحضرون بالأسماء ويشوفون كل اللعيبة موجودين. يقول دخلت النادي إلى المدرب صحة ويجيب اللستة هذه أو الورقة ويناظر الأسماء وقاعد يعد أسماءنا واحد ورا الثاني لين جاء اسمي. قال سلمان. قلت لي موجود. قال تقدر تمشي. واخذ شنطتي واخذ أغراضي أبغى أشوف هذا الشخص المنسدح وش وضعه. يقول وأطلع من عند النادي وأروح سيدة لين الشارع العام. يقول وأقطع الشارع وأروح للشخص هذا اللي طايح أبغى أشوف وش وضعه. جاني فضول غير طبيعي وأقرب لما ونادي أقول له يا عم تسمعني يا عم. ونادي عدة مرات ما رد علي. قلت أكيد إنه في سابع نوم. يقول وكان من ملابسه متقطع شوي. حسيت إن حالته المادية ضعيفة مرة. قلت أبغى أسوي عمل خيري آخذ فيه أجر. يقول وأبحث عن أحد السوبر ماركت الموجودة عند المكان قبل ما أجي أقومه. يقول وأبحث لين حصلت سوبر ماركت. يقول وأبغى أشتري بعض الأشياء اللي أوديها له عشان يأكل. يقول شريت له خبز وشريت له جبن وبعض المشروبات وخدتها في كيسة وطلعت أركض لين الحديقة. يقول أصلا أنا جبت الأشياء هذه عشان لو صحيته ما يضيق علي وأنا كنت متخوف وضعه كان شوي مريب. يقول المهم قربت عنده وحطيت أغراضي وقومته. قلت يا عم إلا الرجال اللي قاعد أقومه ما يرد علي. يقول وأقلب وجهه وأطق وجهك يا عم تسمعني يا عم. يقول وأقرب عند إذنه يا عم تسمعني ما يرد. يقول اللي خلاني حرفيا أؤمن إن الموضوع اللي صار لهذا الشخص موضوع غريب. حصلت الإبهام حق إصبعه مقطوع والدم كان نازل منه. يقول ولون الجرح نفسه مسود. قلت له يكون فيه جرح وبسبب هذا الجرح تسمم وتسمم دمه ومات والشخص هذا على قد حاله. قمت على طول حطيت الأغراض وانطلقت. على طول رجعت للنادي أبحث عن أحد الناس الموجودين هناك. يقول وأقرب للنادي وأدور إلا حصل الباص حقنا واقف جوا النادي ولكن الكل راح لأنه مر وقت طويل. يقول ناظر يمين إلا في غرفة المدرب نورها شغال. يقول وأروح عند الباب طاق 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 أبو فهد تسمعني أبو فهد. يقول شوي إلا شك شك وينفتح الباب. قال هلا والله سلمان وش فيك. قال الحق. قال الحق عليش. قال في شخص ميت في الحديقة اللي جنب النادي. قال له صادق. قال أقسم بالله العظيم إني شفته بعيني ميت. قال لمسته جيته. يقول سلمان قلت ميد المدرب أبو فهد إيه نعم جيته. قال لي أنت صاحي لا تلمس شيء إذا شفت شخص ميت لا تلمس على طول اتصل على الشرطة. يقول ويطلع أبو فهد وشغل سيارته وأركب معاه ونروح للحديقة. يقول الحديقة تبعد عن باب النادي. يقول ما يقارب 400 متر 500 متر. يقول ونركض لين الحديقة صد إلا الرجال منسدح ما يتحرك. شوي أبو فهد قال خليك لا تسوي شيء ويطلع جواله طي 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 طي. يقول ويتصل على الشرطة. السلام عليكم. عليكم السلام. قال لو سمحتوا في شخص عندنا طايح ما ندري هو ميت ولا حي. قال حددوا مكانكم وين. يقول قلت لهم الحديقة اللي جنب النادي. يقول قال أي حديقة وسمى الحديقة هذه باسم. قال له يلا الآن جاي لا تلمسونه ولا حد يجيه نهائيا. يقول المهم انتظرت أنا والمدرب أبو فهد. أقول له يا ولد شو السالفة وش موضوع ذا ظنك ميت ويا مدرب ترى حصلت أصبعه مقطوع. قال متأكد ويروح يشغل النور ويناظر إيه والله مقطوع. قال لا تسوي شيء اقعد قل لهم الشيء اللي شفته. يقول فجأة إلا تيجي سيارة الشرطة. نزل كذا شرطيين من السيارة وطفوا السيارة ونزلوا. مرحبا أهلا وسهلا أنتوا اللي بلغتوا. قلنا لهم إيه. قالوا وش الموضوع وش السالفة وش صاير. قلنا لهم تعالوا خلنا نوريكم. طبعا الحديقة كبيرة والعساكر الآن برا الحديقة. إلا العسكري شافه من بعيد قال أوه شكلها حادثة موت والله يرحمه ويغفر له. هو ناظر في العسكري قلت يا ساتر كيف قوة القلب عادي عنده كذا يقول حادثة موت وهالموضوع هذا طبيعي عندهم. قمت أتخيل إن شغل العساكر والناس الأمنيين شغلهم صعب الأبعد درجة. يقول سلمان المهم شوي إلا احنا واقفين عند الرجال المنسدح. اتصل على الإسعاف. يقولون لازم يجي شخص من الإسعاف. يقول اتصل على الناس الموجودين في الإسعاف لازم يجي واحد منهم يأكد حالة هذا الشخص هو ميت ولا لا. يقول صدق اللي يجي الإسعاف ينزل مسعفين ومعهم الجهاز هذا اللي يخططون فيه القلب ويعرفون صدق إذا هو ميت أو لا. يقول يوم حطوا الجهاز عليه التفت علينا المسعف كذا قال ترى الرجال فارق الحياة. قفلوا المنطقة لا حد يقرب لا حد يدخل الحديقة. اتصلوا على الجهات الأمنية اتصلوا على المحققين على المسح الجنائي لازم يجتمعون هذولي كلهم عشان فيها حادثة موت.
يقول صدق شوي الا تطلع الشمس ويجتمعون كل الجهات الامنيه ويمسحون البصمات ويمسحون المكان. يقول سالت المسعف قلت وش حادثه الموت؟ قال اتوقع ان حادثه الموت سكته قلبيه. يقول سلمان انا قلت الله يرحمه، شكل الرجال تعب من هذه الدنيا وتعبته ومات. قلت له طيب الاصبع وش فيه مقطوع وليه مسود؟ قال لي نعم احنا الان قاعدين نمسح الان نبحث عن الاصبع المقطوع، هل هو مقطوع في هذا المنطقه او برا المنطقه هذه؟ صدق قعدوا يبحثون ما حصلوا ولا شيء. فأعلنوا أن هذه الحادثة سكتة قلبية. يقولوا جابوا ذيك اللي يتغلف ويفكون السحاب ويقفلون عليه ويشيلونه. يقول شوي قال لي المحقق، قال أنت اللي بلغت صح؟ قال لأبو فهد المدرب إيه أنا اللي بلغت. قال من الشخص اللي شاف الحدث؟ لأن العسكري هذاك يقول إن في ولد صغير شاف الحدث كامل وهو أول واحد شاف. يقول سلمان قلت له أنا يا حضرة العسكري. قال تعال معي. قال لازم نوديك الآن بس القسم نسجل أقاويلك والشيء اللي شفته بس. قال هذه الأشياء أشياء اعتيادية لا تخاف. قلت له خلاص ابشر. يقول طبعا هذا كله وبدون ابوي واهلي ما يدرون. يقول فجاه يدخلوني الغرفه ويقعدون يحققون معي. قالوا لي شلون صارت وكيف عرفت وليه دريت انه ميت وش الاسلوب؟ يقول سلمان وصرت اشرح لهم من البدايه للنهايه. قلت والله اني العب في النادي وجاي من برا الا شفت شخص منسدح يوم داور الباص ودخل على النادي، قلت خلني اروح اشوف ذا الشخص المنسدح، يوم شفته ما يتحرك ناديته ما رد علي، خفت منه اني اقومه ويمكن يطقني. يقول لي ليه تقومني؟ رحت للبقاله اشتري له بعض الاغراض واجي اكله عشان يكون عندي عذر اذا صحيته. يقول قال العسكري كان قومته عادي يعني وليه يطقك؟ شخص طايح على الارض. يقول شوي الثاني قال لي متاكد؟ قلت له والله العظيم هذا اللي صار وانا ما سويت اي شيء. يقول شوي صاروا يمزحوني مزح ثقيل. اعترف اقلك انت اللي ذابح، اعترف يلا اعترف ما راح نقول شيء. اي شو الموضوع وش اللي يعترف؟ اقول لكم انا والله مالي دخل، انا جيت من نادي واسال المدرب حقي. شوي العسكري ثاني قال نمزح معك. يقول يسجلون تقارير ويسجلون كل شيء. قالوا خلاص يا سلمان يعطيك الف عافيه وشكرا لك انك شفت الشخص وبلغ. قلت العسكري يعني خلاص راح تسجلونه سكته قلبيه؟ قال هذا اللي واضح الحقين المسح الجنائي اللي صار له سكته قلبيه. قالوا شلون شخص يقتل ويسحب لين الحديقه ويحط لين الحديقه بدون ما حد يشوفه؟ قلت له ما ادري وخلاص الله يرحمه واطلع من عندهم واروح البيت. يقول لي قابلني ابوي قال لي جاي بدري. قلت له لا يا يبا انا راجع من امس. قال لي ليه طيب وش فيك ما جيت لحد الان؟ اجل اذا انت راجع من امس. قلت له والله يبا صارت السالفه كذا 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 كذا. قال كيف؟ شلون في شخص ميت في الحديقه اللي عندنا؟ قلت له اي والله يا يبا. قال لي خلاص زين. قال لي بسال ابو احمد وان شاء الله بيعلمني. قلت له يبا من هو هذا ابو احمد؟ قال هذا ابو احمد الله يسلمك محقق موجود عندنا في المنطقه. يقول هذا الشخص خوي وقد درست معاه من ايام الابتدائي يعني امون عليه. قلت له تكفى يبا اساله قل له ايش صار؟ لان حقين هذوليك يقولون سكته قلبيه، ولكن يا يبا انا شفت اصبعه مقطوع والاصبع المقطوع هذا قاعد يوحي ان في شيء خطر صار لهذا الشخص، يعني ممكن شخص قطع اصبعه ورماه. يقول له ابوي قال لي لا يا ولدي مو ذا الدرجه عاد يوصل الاجرام لهذه المرحله، اكيد انه مات من سكته قلبيه وانه تعبان او من تفكير. قلت ما ادري ولكن يا يبا وش رايك اذا رحت تسال ابو احمد؟ ودي اروح معه. قال لي ابوي اسمع، وش رايك نعزم ابو احمد عندنا ونجيب ذاك العشاء الزين ونجلس ونسولف معاه وانا بساله عشان تسمع انت وبرضو عشان تعرف الرجال بعدين ممكن يفيدك. قلت له ابوي والله فكره طيبه ابد ما عندك مشكله نادى. يقول والله صدق ويتصل على ابو احمد هلا والله كيف حالك طيب وينك خل نشوفك تعال تعش معنا. قال خلاص ابشر مو اليوم خله يوم الاربعاء باذن الله انا راح اجي عندك ونتعشى. قلت له زين. يقول سلمان صدق وانتظر ابو احمد هذا يجينا ودي اشوفه ودي اعرف شكله كيف ودي اعرف الموضوع حق الرجال وش صار عليه. يقول جاء اليوم الموعود اللي يجي فيه ابو احمد يتعشى عندنا. يقول له في سياره واقفه عند الباب طاط 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 واطلع افتح له الباب مرحبا ومسهلا وحياك الله اسفرت ونورت تفضل يا ابو احمد. يقول واقدمه لين دخل على المجلس. يقول نقعد نتقهوى وشاهي وانا مستحي اسأله انتظر ابوي يفتح الموضوع هذا. يقول لابوي يقول له يقولون في واحد ميت في الحديقه اللي هنا حصلوه. قال لي سمعت فيه ولكن يقولون مات من سكته. يقول سلمان اول ما انفتح الموضوع قلت ابو احمد معليش الرجال حصلته مقطوع اصبع ومسوده منطقه اصبعه مستحيل ان في شخص كذا بينقطع اصبعه وبيموت يعني حسيت الموضوع شوي غريب ابو احمد مستحيل مو يعني شيء غريب. قال ممكن اصبعه مقطوع من اول. قلت لا اصبع الرجال وهو ميت مقطوع ما تدرون سبب القطع؟ قال لا والله ما قالوا لي على الموضوع ان في اصبع مقطوع او في شيء نفس كذا. يقول ولكن ترى بعض الاحيان الانسان يتم حسبته ويموت وبعض الناس يموتون من التفكير. قلت له طيب يا ابو احمد لو صارت نفس الحاله هذه وش تسوون؟ قال شوف لو هي جريمه قتل والمكان اللي مات فيه جنبه مثلا اماكن مخصصه للدوله يعني بنك شركات
مستشفيات أو شركات بنكية كبيرة، يقول أو أماكن أو محلات. يقول بنرجع للكاميرات ونشوف تسجيلات الشوارع وش صار فيها، ونعرف التحركات ومين مر من هناك، ومن هنا نحدد منه القاتل بعد ما نجمعهم. يقول القاتل مستحيل يعيش طول عمره متخفي، في يوم من الأيام راح تظهر الحقيقة. قلت له والله كلامك عين العقل، ولكن أبو أحمد عندي شيء، أنا أحس موتة الشخص هذاك ما هي سكتة قلبية يا أخي، وضعه غريب وكان ثوبه متشقق وكان. قال والله ما نقدر نسوي شيء لأنه خلاص كشفوا عليه ومسحوا وعرفوا أنه ميت بسكتة قلبية. ولا تفكر موضوع يا سلمان، أنت توك صغير، فكر في دراستك وفي الكورة اللي يقول أبوك أنك تلعبها، لا تنظر لهذا الموضوع نظرة عين، واللي يموت الله يرحمه يا رب ويغفر له. يقول المهم قعد عندنا الرجال وتعشى معنا وبعده مشى. سألت أبوي سؤال واحد، قلت صح أنت تقول أبو أحمد هذا كان يدرس معاك؟ قال لي أبوي إيه. قلت له يا يبا كيف أبو أحمد صار محقق؟ قال لي ليه؟ قلت والله يا يبا ودي أصير محقق نفس أبو أحمد وحس الوظيفة هذه تناسبني. قال لي اسمع، الآن أنت في ثاني ثانوي، خلص ثالث ثانوي، قال وادرس قانون ولازم تنمي عقلك، ترى هي فراسة، سالفة ما هي بسيطة، كل إنسان ربي يعطيه موهبة عنده يصير يعرف منها الأشياء، والدراسة ترى شيء بسيط مرة وتزود على المهارة اللي عندك. يعني الموضوع يا سلمان يحتاج فراسة صدق. في عالم التحقيق يا جماعة الخير ما يعتمد على الشهادة وبس، يعتمد يا جماعة الخير على فراسة الشخص والمواقف اللي صارت له في الحياة وعدد القضايا اللي استلمها طول عمره. قول سلمان من ذاك اليوم وأنا جاني هاجس ودي أصير محقق وأدخل هذا المجال. يقول سلمان مرت الأيام ومرت السنوات وخلصت ثالث ثانوي، يقول خلصتها بتقدير ممتاز، يقول واختبرت بعض الاختبارات المخصصة للجامعة وأنا هدفي صار واضح مثل وضوح السماء، أنا أبغى أصير إذا طلعت محقق في منطقتي وأبغى أساعد أهل الديرة وأقدم لهم الخدمة اللي أنا أعرفها. يقول صدق والتحق بأحد التخصصات اللي توديني لهذا المجال. يقول في هذه المرحلة أنا أصلا قاعد أطور نفسي وأقرأ عن القضايا بشكل قوي، يقول درجة قريت يمكن 60% من القضايا المتداولة في الانترنت. يقول صرت اقراها واقرا اسلوب المحققين واتابعهم في المنصات واعرف وش يسوون واتبع الاسلوب اللي هم يقدمونه. يقول المهم مرت السنه الاولى في الجامعه والثانيه والثالثه والرابعه وخلص الجامعه برضو بتقدير ممتاز. يقول الله يسلمكم كان تخصصي تخصص قانون. يقول بعدها يا جماعه الخير اقدر اطور نفسي في عده دورات مخصصه للعداله الجنائيه، فلازم يكون عندي انطباع عن القضايا اللي تمر على العالم كله. كلمت الوالد فقلت له يا يبا ابغى اطلع برا أدرس هذا التخصص وأبغى أخذ فيه عدة دورات أو شهادات احترافية. قال لي أبوي أبد تم واللي تبي. يقولوا أصلا عائلتنا مرتاحة ماديا، أمورنا المادية ممتازة مرة. يقول صدق وأطلع لأمريكا وأدرس فيها ما يقارب سنة وثمان شهور أو سنة وتسع شهور في قسم العدالة الجنائية. يقول كانوا يعلمونا صدق أسلوب القتل كيف يكون وطرق المسح والأشياء هذه. يقول المهم خلصت التخصص حقي ورجعت للمنطقة اللي أنا ساكن فيها، معاي بكالوريوس قانون، معاي شهادة برضو مخصص العدالة الجنائية. يقول صرت متقن للأمور هذه لأني كنت أواكب من قبل وأطلع على الجرائم حول العالم. يقول درجة وأنا موجود هناك أصلا من ذهلين أني أقدر أحدد الجريمة من نظرة. خلوني أعطيكم موقف صار لي هناك. يقول في مرة من مرات الاختبار نهائي تطبيقي، يقول يدخلونا غرفة مغلقة، يقول يكون فيها شيء واحد يعلمك هذا الشخص اللي جوه كيف مات. يقول المهم قالوا لي الغرفة حقتك في المكان هذاك. يقول طبعا هذه الغرفة ترى هي غرفة تعليمية ما فيها جرائم، يعني هم مصطنعين الأحداث جوا الغرفة الجنائية هذه عشان يتأكدون من المحققين أنهم كويسين أو لا. يقول المهم وافتح باب الغرفة كان معي واحد. يقول واتفرج في الغرفة وناظر يمين يسار وبرضه حاطين لنا وقت. يقول الوقت هذا 20 دقيقة. يقول لأن التشالنج أو التحدي اللي جوا الغرفة هذا تحدي بسيط، من نظرة راح تعرف كيف صار هذا كله. يقول دخلت حصلت الغرفة باركيه، عرفتوا الباركيه جماعة خير اللي جوا البيوت؟ يقول الباركيه كان لونه بني غامق. يقول جدران الغرفة كان لونها أسود. يقول وسقف الغرفة كان لونه أبيض. يقول محددين لنا منطقة كان فيها إنسان طايح وميت. يقول كان معاي خويي، وخويي هذا اسمه فيصل. قلت له فيصل اسمعني خلنا نركز في أقل التفاصيل وأدقها عشان نخلص في أقل من 15 دقيقة أو الوقت المحسوب. قال لي خلاص تمام. يقول المهم دخلنا الغرفة وكانت الإنارة مشغلة بشكل كامل، كانت إنارة الغرفة بيضاء والسقف أبيض والجدران سود والأرضية باركيه. تخيلوا معاي هذا الموقف يا جماعة الخير. يقول أول ما دخلت ونظرت الحدود اللي مرسوم فيها الرجال اللي طايح، يقول ما تبين لي أي شيء حرفيا. قلت ميت خويي
يطفي اللمبة. أول ما طفوا اللمبة ونشغل اللمبات البنفسجية حقات المسح عشان نشوف هل في بصمات على الأرض أو لا. قف لاحظت النفس هذا الباركيه صارت فيه عملية احتكاك لجسم مستطيل، يعني الجثة يوم دخلت هنا مدخلينها على جسم مستطيل احتك في الباركيه سبب احتكاك. قلت على طول ميد فيصل الشخص هذا ما قتل هنا، الشخص هذا قتل برا الغرفة ودخلوه. قل شوي قال لي كيف عرف؟ تعاشف الأرضية من هنا صدق ووري الحدود اللي محكحكتها نفس الطاولة اللي كانوا شايلين عليها الرجال. يقول فهذه الطريقة أصلا طريقة شائعة في القتل، دائما يقتلون الشخص برا ويدخلون أحد الغرف عشان تضيع الأدلة والبصمات، ما يبحثون في المكان اللي صارت فيه جريمة القتل. قال لي متأكد؟ قلت متأكد. قال يعني نروح نسلم؟ خلاص ترى ما مرت إلا 5 دقائق. قال مشينا نسلم. يقول واروح عند نفس الشخص اللي يدربنا وقلت له. قلت الله يسلمك اسمع جريمة القتل هذه صارت برا الغرفة ما هي داخل الغرفة. يقول ناظر فيني وابتسم قال لي صح عليك، جريمة صارت برا الغرفة واتوقع انكم مميزين مرة. يقول سلمان هذه احد المواقف اللي صارت لي هناك خلتني سريع في الاستنتاج بشكل كبير. يقول ما هم الدراسة، لا المرحلة اللي وصلت لها ما هي من الدراسة نهائية، المرحلة اللي وصلت لها من الاطلاع الدائم على الاحداث حول العالم. يقول هنا رجعت لبلدي واحتفلوا فيني اهلي اني خلصت هذه الشهادة. يقول طبعا بعدها تجي مرحلة التقديم. يقول تقدم مين؟ تقدم يسار على هذه الحالة. يقول قدمت في احد المكاتب المخصصة للتحقيق، صرت استلم القضايا الخاصة. طبعا اذا انت صرت محقق يعطونك نفس الورقة او الشهادة او التصريح انك تزاول هذه المهنة ويوفرون لك نفس البلدة او نفس الدولة جميع الاشياء اللي انت تحتاجها واللي تخدمك في مجالك. يقول فهذا التصريح راح يفيدني بشكل كبير مرة. يقول المهم توظفت في احد الاماكن المخصصة للتحقيق وبرضو للمحاماة. يقول المكتب هذا تيجي القضايا فيه مختلفة، يا تحقيق يا محاماة ومشاكل صارت بين الناس يا اعمال جنائية يحتاج شخص انك تدافع عنه فيها. المهم حدد الوقت اللي اروح فيه اداوم عند الشخص هذا، وكان هذا الشخص اسمه عبد الرحمن. اول ما دخلت عليه سلمت عليه قلت له السلام عليكم استاذ عبد الرحمن، انا اللي قبلتوني عن طريق الانترنت وقلتوا لي تباشر دوامك في المكتب اللي موجود في المنطقة هذه. خلني اوصف لكم عبد الرحمن كيف. يقول سلمان عبد الرحمن شخص كبير في العمر، يوصل عمره في 61 او 62. يقول والشيب مغطي وجهه بالكامل. فقال لي ابد حياك الله اجلس هنا. جلست معاه وصار يسولف معاي وياخذ ويعطي، قاعد يتكلم عن قضايا صارت في المنطقة حرفيا ما قد سمعت عنها. وقال لي المحقق عبد الرحمن اسمع يا سلمان، الناس دائما ما لها الا الظاهر ولكن ترى الخافي اعظم، في ناس تقتل وفي ناس يسلب حقها بشكل يومي، ممكن في الدقائق والثواني تسجل لك حالة جريمة او جريمتين، ولكن الناس ما تدري عن الشيء الكبير اللي قاعد يصير. فلو تدري ممكن ما تشوف اي شخص طالع من بيته بسبب الخوف، ولكن يبقى ان احنا متكلين على الخالق سبحانه وتعالى، الامور راح تكون سرية شوي، مو كل شيء تقدر تتكلم فيه عند اخوياك او عند اهلك، لان المشاكل هذه لو طلعت ممكن تمشي بين الناس. مثل ما انت عارف المنطقة اللي احنا ساكنين فيها منطقة صغيرة، لو طلع خبر واحد الكل راح يعرف. يقول سلمان قلت للمحقق عبد الرحمن ابشر ما يصير خاطرك الا طيب، وانا اعتبرني مثل ولدك، اي شيء تبغاه انا راح اساعدك فيه. يقول شوي رد علي المحقق عبد الرحمن وقال لي اسمع يا سلمان، التخصص اللي معاك مطلوب وانا اصلا اخترتك. قال يوم شفت معدل الاختبار عندك في انهاء الشهادة الاحترافية كان ممتاز مرة، فايقنت ان عندك استنتاج عظيم. وقال لي ترى كل محقق بنسبة 80% صارت له حادثة في السابق، وهذه الحادثة خلته يدخل هذا المجال، المجال هذا مخصص للهواة والمهووسين. وصرت اشرح له السالفة اللي صارت لي قبل، واني حصلت شخص ميت في الحديقة قبل ما يقارب 7 أو 8 سنوات، من هناك بدت انطلاقتي. قال اجل فالك التوفيق وراح نشتغل سوا بإذن الله. يقول سلمان بيني وبينكم أنا ارتحت للشخص ذا، شخص هادي ويعرف يتكلم وكبير في العمر وعنده خبرة كبيرة، يعني لو أشتغل معاه 4-5 سنوات حرفيا راح يفرق معي بشكل كبير ويخليني أنتقل من الشغل الخاص إلى الشغل المخصص للحكومة أو للدولة نفسها. المهم وتستمر الأيام وتستمر الأسابيع، جتنا بنت إلى هذا المكتب. سلام عليكم. عليكم السلام، وين المحقق عبد الرحمن؟ قلت لها المحقق عبد الرحمن راح يجي الآن، أبو 15 دقيقة 20 دقيقة بالكثير موجود. قالت لي طيب انا راح انتظره في السيارة. قلت لها تقدر ترتاحين هنا. قالت لها انا برتاح في السيارة لين يجي. فايقنت من حركاتها وكلامها ما تبغى احد يشوفها في هذا المكتب. صدق بعد 15 او 16 دقيقة اللي يجي المحقق عبد الرحمن، واطلع عند الباب واناديها لو سمحتي تعالي ادخلي، جاء المحقق. يقول شوي وتدخل وجلست. قالت تقدرون تقفلون الباب شوي لاني صدق ما ابغى احد يشوفني. هنا كان استنتاج سلمان صحيح. قالت اسمعوا انا زوجي مات قبل 3 ايام، ولكن اللي تسجل في الحالة انه مات بنوبة
قلبية أو سكتة قلبية، وأنا كنت متأكدة أنها ما هي سكتة قلبية. كانت أموره زينة والشخص توه كاشف قبل شهر، وتخطيطات القلب كانت ممتازة. فكيف يموت في سكتة قلبية؟ أنا ماني مرتاحة. إلا شوي قال المحقق عبد الرحمن سلمان تعال اجلس جنبي، قال طلع ورقة وسجل الكلام والأقوال اللي تقولها هذه البنت. قالها تلمهم توجهت للحكومة، والحكومة حققوا في الموضوع وبحثوا، قالوا ما في أي شيء، سكتة قلبية. ولكن اللي خلاني أجيكم هنا، زوجي كان متوفي عند مستشفى قيد الإنشاء، يعني توه ما خلص، يقولون إنهم حصلوه في السيارة متوفي. يعني لو إنه بيموت في سكتة قلبية ممكن يموت في الطريق. ليه بالتحديد تحت المستشفى اللي قاعد يبنى؟ سلمان يقول شوي قلت لها معليش، هل المستشفى من برا مغطى بإسياجات المخصصة لبناية المشروع؟ يعني اللي برا ما يشوف اللي جوا؟ قالت إيه نعم، إن المنشأة قاعد تبنى الآن، وأكيد إنهم راح يغطونه عشان ما حد يشوف الأعمال اللي جوا. طبعا هذه يا جماعة خير سياسة أي مشروع، وخاصة إذا كانت مستشفيات أو شركات كبيرة، دائما يغطونها بإسياجات وتكون بوابات عشان يعرفون الناس اللي يدخلون واللي يطلعون. خلوني أكمل لكم. سلمان ناظر في المحقق عبد الرحمن وقال له وش تشوف؟ قال لي المحقق عبد الرحمن أتوقع إن الجريمة هذه جريمة قتل. كيف الشرطة سجلوها إنها سكتة قلبية؟ قالت والله هذا الموضوع اللي عندي. قال لها المحقق عبد الرحمن خلاص تمام، تبغين امسك لك هذا الموضوع واديره لك بشكل كامل، احتاج منك تفويض انك انت تفوضيني عشان انا ادير هذه القضيه بالكامل، واكون انا واجهتك قدام الجهات الامنيه. قالت ابد ما عندك مشكله، واللي تبغاه انا معك. يقول صدق للمحقق عبد الرحمن يجهز ورقه عشان يصير عبد الرحمن وهو المفوض على هذه الجريمه، كتب التفويض وقال لها خلاص باذن الله احنا راح نطلع للمكان، وابغاك توريني المكان اللي صارت فيه الجريمة، وين مكان السيارة، وأبغى أشوف سيارة زوجك، وأبغى أطلع عليها من جوا. قالت خلاص زين، سيارة زوجي واقفة عند باب البيت، المكان راح أوديكم إياها الآن، أنا جاية مع السواقة والتاكسي، تسمحون أنكم تودوني للمكان عشان نشوفه؟ قلت لها أبد ما عندك مشكلة، أركبوا معي. صدق وركبهم وركب معي المحقق عبد الرحمن والحرمة هذه. يقول عبد الرحمن الشخص المتوفي عمره في 47 أو 46 سنة، في عمره توه صغير، وذكرتنا أشياء قالت أن الشخص أصلا رياضي ويمارس الرياضة بشكل مستمر، وجود السكتة القلبية شيء غريب. المهم توجهنا للمكان اللي صارت فيه الجريمة. أبغاكم تتخيلون معاي المكان، طريق عام، على اليمين فيه المستشفى لحيث الإنشاء، وعلى اليسار فيه جامعة مخصصة لطلاب الطب. ويقولون أصل المستشفى هذا إذا خلص بنايته راح يصيرون طلاب الطب يطبقون في هذا المكان. قلهم دخلنا يمين ووقفنا عند المبنى هذا الضخم المخصص للمستشفى اللي توه قيد الإنشاء. قلنا له وين المكان اللي توفى فيه؟ وهل هو جوا السيارة متوفى ولا برا السيارة؟ قالت يقولون إن جت النوبة القلبية ونزل من السيارة ومات على الصبة هذيك، وتشرنا على مكان كان مصبوب بالإسمنت، توه ما حطوا عليه البلاط وعليه أشرطة رجال الأمن. يقول سلمان دخلنا وصرنا نشوف المكان والتخطيط حق الأرضية والمكان اللي مات فيه. قال لها سلمان لو سمحتي نحتاج الصور اللي صورتها الشرطة بخصوص الجريمة عشان نطلع عليها ونشوفها بشكل كامل. قالت خلاص بكرة راح أجيبها لكم. قلنا خلاص جيبيها لنا في المكتب. يقول سلمان أنا معي جوالي وصرت أصور المكان والأرضية والأشياء اللي حوله. يقولوا كانت فيه مسحات وأشياء كثيرة. يقول ولكن الصور هذه ما راح تفيدني بقد ما أشوف الصور اللي صوروها الأدلة الجنائية اللي كانت في وقت الحادثة، لأن هذه الصور راح تبين كيف أسلوب القتل صار. يقول المهم محقق عبد الرحمن قاعد يناظر فيني وكان قاعد يقول شكلي بخلي هذه القضية لسلمان، ودي أجربه فيها وأشوف أداءه كيف. المهم صورت المكان وخدت الحرمة هذه ورجعتها عند المكتب، وجاء السواق وخذاها وراحت البيت، وننتظرها اليوم الثاني ترسلنا الأدلة. يقول الموت حقتها غريبة شوي وغامضة، يعني قاعدة تبين إن هي ممكن تكون سكتة قلبية، ولكن أنا أحتاج التقارير المخصصة للمسح الجنائي والمسعفين عشان يبين لي هل هو تعاطى شيء أو استخدم شيء أو في شيء صار له. سلمان يقول في اليوم الثاني الصبح حضرت في المكتب وفتحت قبل المحقق عبد الرحمن وقاعد أنتظر الحرمة هذه تجينا. يقول فجأة دخلت علينا ومعها ملف أصفر في صور وفي تقارير المستشفى وفي كل شيء، عطتنا إياه وقالت تفضلوا. يقول قلت لها خلاص زين تقدرين تطلعين وأنا راح أكون معاك في تواصل دائم عن طريق التليفون. قالت زين ومشت. يقول قمت وقفلت الباب ونزلت ستاير وأشغل الأنوار الصفر وحطها على الطاولة، هذا الجو أحبه دائما في لحظة التحقيق وأحس أني أستنتج بشكل كويس. يقول وصلح لي كوب الشاهي وحطه على الطاولة وأفتح الأوراق وأفتح الصور. يقول قاعد أناظر في الصور ما في شيء حرفيا قاعد يشدني، قاعد يبين صدق أن الموتة كانت موتة طبيعية، وقاعد أبحث هل في آثار كانت على جسمه أو لا، بحثت يمين يسار ما حصلت ولا أثر.
لا شكل الموضوع صدق، شكله مات في سكتة قلبية. المهم وصرت أبحث بين الصور وأستنتج وأستنتج وأقرأ التقارير اللي سجلوها الأطباء بخصوص الشخص هذا اللي مات. كل شيء سليم وكل شيء قاعد يبين أن الموتة هذه صارت سليمة ولا فيها أي شيء، ولكن في شيء أنا أحتاجه. حقين المسح الجنائي دائما يمسحون اليدين والبصمات والأماكن اللي حول الجسد عشان يسوون تحاليل للدم والأشياء الموجودة، ويكون برضو عندهم بعض العينات اللي ممكن أقدر أسوي لها تحليل مرة ثانية وثالثة، يحافظون عليها جوا علب وتكون مهمة. فبحثت في الصور، ما في صور لليدين أو للخدوش على جسمه، فأنا أحتاجها في يعني الأدلة اللي عندي ناقصة. يقول شوي إلا يطق الباب إلا هو المحقق عبد الرحمن، وافتح له الباب قال إيش فيك؟ قلت والله كنت أحقق في الموضوع وهذه الصور اللي قدامي ما هي قاعدة تبين صور لليدين أو الأذرع المخصصة للشخص. قال اتصل على زوجة المتوفى واسألها، قال هل في صور ثانية لليدين أو للأرجل؟ صدق واتصل عليها وقال لها في بعض الصور ناقصة، صور اليدين والأرجل. قالت لي إيه، الموظف قال لي إن صور اليدين والأرجل ما أقدر أعطيك إياها إلا لما يجيني المحقق اللي هو راح يمسك القضية، لأنها فيها أشياء كثيرة وفيها بعض البصمات المخصصة للشخص، عندهم نفس البروتوكول أو نفس الآلية اللي يمشون عليها. قلت لها زين زين، أنا راح أمر قسم الشرطة بإذن الله وبالتحديد الأدلة الجنائية أو المسح الجنائي، خلاص يعطيك العافية. يقول المهم أطلع من ذاك المكان وأروح لين الأدلة الجنائية وأدخل عليهم، سلام عليكم، عليكم السلام، أبغى صور اليدين والأرجل للشخص. قالوا مم معي. قلت معكم المحقق سلمان وهذه رخصتي المهنية لأمارس فيها التحقيق. قالوا لي أبد تفضل وحياك الله، إلا صدق ويطبعون لي صورة يقول لي يجيني شخص ثاني. قال لي أهلا المحقق سلمان، أنا عارف إن اللي وصلت لك الأدلة الذراع بس اللي وصلك، ما وصلت لك الأصابع لأن هذه أشياء تهمنا إحنا، ولكن تقدر تدخل جوا وتشوفها بنفسك إذا أنت حاب، أما نسلمها لك والله ما نقدر. قال خلاص زين دخلني جوا. يا جماعة الخير صارت الصور اللي راسلينها للمحقق سلمان من عند الذراع، يعني من هنا لين تحت، وبرضو اليد الثانية من هنا لين تحت. سلمان فيبغى يده هذه، بيبغى يشوفها وهل صار فيها أثار عراك أو لا، وبرضه يبغى يشوف منطقة الرقبة بشكل كامل. يقول دخلت وحصل في المكتب محقق ثاني معي، والمحقق هذا مخصص للدولة نفسها. يقول شوي اللي جاب لي صور وحطها على الطاولة، ولكن الموقف اللي شدني يا جماعة الخير أن أصبع الإبهام حق الشخص مقطوع. هذا الشيء أعطاني فلاش باك للماضي، للشخص اللي مات في الحديقة قبل. قلت لي يكون الشخص اللي مات في الحديقة وكانت الأثار عليه كأنها سكتة قلبية ومقطوع الإبهام حقه، ليكون القاتل واحد وهذا القاتل متسلسل. سألت على طول المحقق، قلت هل وجدت أثر لأصبع الشخص هذا؟ قال لا والله ما حصلنا. قلت له زين زين، أنا حطيت الموضوع هذا في بالي، قلت شكل القاتل واحد، خلني أسأله سؤال ثاني ممكن يفيد. قلت له معليش، الآونة اللي فاتت هل في ناس قتلوا وأصبع الإبهام حقهم مقطوع؟ قال لي لا، هذه أول مرة تجينا حالة قتل من 5 سنوات إن في عضو من الشخص مقطوع. قلت له زين زين يعطيك العافية، ولكن في بعض التحاليل هل سويتوها؟ قال احنا سوينا مسحة، والمسحة هذه يا جماعة الخير أصلا مسحة عادية، في بعض المواد ما أبغى أذكر اسمها لأني قريت عنها، مواد خطيرة شوي إذا حقنت في الجسم ما يكشفها إلا تحليل معين، ممكن الناس المخصصين في المسح الجنائي يعرفون هذا الشيء، مادة تحقن في الوريد بيكون مفعولها سريع مرة. المهم ما علينا. قلت له هل شيكتوا إنه ضرب بإبرة أو شيء؟ قال لي نعم شيكنا، صدق ضرب بإبرة، ولكن بعد المسح ما تبين أي شيء. فسألنا زوجته، قلنا ممكن الشخص هذا يعاني من مرض السكري، بيضرب هذه الإبر اللي تكون في البطن أو في اليدين عشان ياخذ حقنة الأنسولين، ولكن قالت لنا ما أتوقع إن في سكر، ما أدري إذا هو عنده سكر ومخبيه عني، ما أدري والله، ولكن ما أتذكر إن زوجي فيه سكر. قلت له معليش، كيف زوجته ما تدري إن فيه سكر؟ قال لي نعم، هذه أصلا طليقته مو زوجته، هي أم عياله هذه فقط. قلت أها هذه طليقته، يعني هذا الشخص تزوج بعدها؟ قال لا. قلت له خلاص زين الله يعطيك العافية، ولكن أبغى أسألك، هل عندكم بعض العينات اللي نقدر نسوي عليها التحليل هذا؟ أعطيته تحليل، التحليل هذا في مادة ما يكشفها إلا التحليل هذا. قال لا والله ما سوينا، لأن اللي باين قدامنا أنه سكتة قلبية. قلت له معليش، أنا أطلب منك أنك تسوي التحليل هذا وتشوف هل جسمه تعرض لهذه المادة أو لا. قال زين خلاص، راح نروح لقسم العينات ونسحب العينة حقته ونعرضها للتحليل من جديد، تحتاج ما يقارب ساعة ونص وتجيك النتيجة. قلت له خلاص الله يعطيك ألف عافية، وأطلع من عنده وأروح المكتب حقي وقابل المحقق عبد الرحمن وأقول له السالفة. قلت له يا محقق اسمعني، الرجال مقطوع أصبع الإبهام وهذه الحادثة صارت قبل 8 سنوات، صارت معاي أنا شخصيا وشفتها بعيني، شخص قتل وقالوا إنه مات بسكتة قلبية يوم
بحثوا عن الإبهام حقه ما حصلوه، والحالة هذه تكررت بعد 8 سنوات من الآن، معناها أنها تشير 70% أن القاتل واحد. قال لي والله من الممكن يصير القاتل واحد. يقول المهم مرت الساعة الأولى، الساعة الثانية إلا تجيني رسالة من الشخص المخصص لقسم العينات. السلام عليكم، المحقق سلمان. قال لي نعم، تم اكتشاف ان هذا الشخص تعرض الى هذا المحلول الكيميائي اللي ممكن يسبب وفاة للشخص في 3 أو 10 ثواني. قلت له زين، واتصل على طليقته واقول لها، قلت ترى حصلوا ان زوجك تعرض الى مادة كيميائية، المادة الكيميائية هذه ممكن هي اللي قتلته. اللي ابغاه منك الان تعطيني تفويض للامور البنكية، راح اراجع كشف حسابه البنكي واشوف هل المشاكل هذه مالية او لا. طبعا في عالم الاجرام وعالم المشاكل، اول ما تبدأ المشاكل التوب 1 حرفيا المشاكل المالية، وبعدها تجي الخلافات الشخصية، وبعدها تجي الخلافات الموجودة في الحالة الاجتماعية، يعني بين ربعك واهلك. ولكن هذه دنيئة مرة. المرحلة الاولى في الاجرام دائما تكون الحالات المادية. تقول صدق وعطتني تفويض مخصص لمراجعة البنوك عشان أطلع كشف الحساب في آخر 4 سنوات. تقول ومر البنك وأخذ الكشف وروح للمكتب وأقلب الكشف، إلا الرجال في راحة مادية قوية، رجال غني 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 ما شاء الله لا إله إلا الله، يعني الشخص المتوفى من أحد التجار الموجودين في المنطقة. يوم شفت الموضوع كذا حطيت دائرة على النقطة هذه، فأكيد مشاكله مع أحد الشركاء الموجودين معاه أو الناس اللي يعملون معاه. واتصلت على زوجته وقلت لها تعرفين أصحاب زوجك؟ قالت والله ما أعرف إلا شخصين، شخص اسمه فيصل وشخص اسمه خالد، ما تتوقع من 7 أو 8 سنوات. قلت زين الله يعطيك العافية، تقدرين تعطيني اسمه كامل؟ وصدق قالت لي خالد فلان الفلاني. قلت لها تقدرين تعطيني برضو رقم فيصل إذا موجود عندك؟ قالت إيه، إن جوال زوجي موجود مع ولدي الكبير، بأطلع الرقم منه وأرسله لك. يقول صدق إلا مجرد دقائق إلا رقم فيصل يجيني على الجوال، وأخذ الرقم هذا وأتصل عليه. قلت له أستاذ فيصل السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، معك المحقق سلمان، عندنا قضية اللي هي قضية موت صاحبك الله يغفر له ويرحمه، نبغى بس نحقق معاك شوي، تقدر تزورنا المكتب؟ قال لي أبد ما عندكم مشكلة، وأرسل له موقع المكتب خلال 30 أو 40 دقيقة اللي هو موجود عندي. أهلا وسهلا، حياك الله، كيف حالك يا فيصل؟ طيب والله يا فيصل، فقدت 2 من أخوياك اللي تعز عليهم، ولكن ودي أوجه عليك بعض الأسئلة إذا تسمح، ولك حقية إنك ما تجاوب، ولكن أبغى أحقق في هذا الموضوع عشان أعرف من هو القاتل اللي قتل خويك. قل شوي فيصل نظر فيني باستغراب، قال خويي مات مقتول؟ قلت له اي نعم، خويك تعرض الى ماده كيميائيه ومات من بعدها. الله يرحمه ويغفر له، والله اني احسبسكت قلبيه. قلت له المهم اسمع، سؤالي راح يكون هل في خلافات شخصيه صارت لخويك هذا؟ قال لا والله، الشخص هذا حرفيا طيب لأبعد درجة وكريم بشكل ما تتوقع، والشخص هذا فقيدة. قلت يعني ما تتذكر أي خلافات منا شيء قال لك إياه في الهوى الطلق حرفيا؟ قال صدقني لو أعرف عنده خلافات شخصية راح أقول لك. يقول شوي إلا فيصل يقول والله الأيام هذه صارت سريعة، قبل 8 سنوات توفى خويي خالد وكأنها أمس، واليوم توفى أفضل أصدقائي. قلت له معليش، منو خويك خالد؟ قال هذا خويي خالد، يقولون أنه كان يتمشى في الحديقة. قلت وشو؟ قال لي نعم، كان يتمشى في الحديقة. قلت له الحديقة اللي موجودة عند النادي؟ قال لي نعم، اللي موجودة عند النادي، تعرف سالفته؟ قلت له أيوة، استمر كمل. قال لي يقولون أنه توفى بسكتة قلبية، وقبل 3 أيام أو 4 أيام توفى خويي وعز أخوياي. قلت له الشخص اللي في الحديقة اسمه خالد؟ قال لي نعم اسمه خالد، اللي حصلوه طايح عند الكرسي. قال لي نعم. قلت الله المستعان، يا سبحان الصدف. اللي شوي فيصل يقول لي ليه وش السالفة؟ قلت له انت تدري من بعد موت هذاك الشخص، الشيء هذا خلاني ادخل التحقيق، اذا انت ما تدري بالشخص هذاك اي نعم، انا اللي بلغت الشرطة اني حصلته ميت. يقول له فيصل انصدم، قال صادق؟ قلت نعم، انا اللي مبلغ الشرطة انه هو ميت، واصير اقول له السالفة بالضبط. قال الله يغفر له ويرحمه. يقول مع العلم ترى ما كان يعاني من قبلها بشيء. قلت له زين، الله يعطيك العافية، المهم اقاويلك كلها سجلتها اذا تسمح وتقدر تروح الان. يقول سلمان صرت استنتج بعقلي واقول الشخص اللي مات الاول مات مقطوع اصبع، يوم سووا له التحليل قالوا ما في شيء، لو سووا له التحليل الثاني هذا 100% نتعرض للماده الكيميائيه هذه، ولكن الموضوع في يدي الان، ما راح اخلي الشخص هذا يمر. بمن هذول اخويا، في المتهم الوحيد هو فيصل، ولكن فيصل قاعد يمدح ولا في اي سجل اجرامي لفيصل قاعد يثبت ان عنده سلوك اجرامي. فقلت خلني اروح للمنطقه اللي فيها المستشفى
أبغى أسأل العمال الموجودين حول البنايات هل يتذكرون الموقف هذا أو لا. يقول في مبنى مخصص لسكن العمال المخصصين للمستشفى. يقول وادخل وادف الباب عليهم وادخل واتمشى وناظر يمين ويسار وحصل شخص في وجهي. قلت له السلام عليكم كيف حالك طيب؟ معاك المحقق سلمان. بسألك عن الشخص اللي مات قبل فترة هنا، هل أنت كنت موجود ومباشر العمل؟ قال لي نعم كنت مباشر العمل. قلت له طيب وش صار؟ هل في أشياء غريبة شفتها في ذاك اليوم؟ قال لي لا والله المكان كان حرفيا هادي. قال ما في أي شيء يثير الريبة. وأرجع للمكتب وأقابل المحقق عبد الرحمن. قلت له اسمعني يا محقق عبد الرحمن، بحثت على الموضوع وصار الشخص صدق مات بمادة كيميائية وحققت يمين ويسار ولا لقيت أي دليل. قال لي وش نوع المادة؟ وأذكر له المادة هذه. يقول إلا قال لي أصل المادة هذه محظورة، من وين الشخص هذا حصل عليها؟ قلت له والله صح، المادة ذي محظورة نهائيا، ما توجد إلا في أماكن محدودة، وإذا جيت تطلبها لازم يكون معاك رخصة أو إذن إنك أنت تمتلك هذه المادة. يقول سلمان رحت أبحث على الإنترنت عن الناس المصرح لهم بوجود هذه المادة عندهم، ولاحظت أنها لازم تكون في الجامعات ولازم تكون في المختبرات المخصصة للجهات الحكومية. قلت أماكن جهات حكومية مستحيل يطلع منها شيء، فأكيد أن المادة هذه طالعة من الجامعة المخصصة للمنطقة. يقول المهم صدق في اليوم الثاني يوم ركزت في كلام المحقق عبد الرحمن أيقنت أن المحقق عبد الرحمن عنده خبرة مرة كبيرة، كان بس قاعد يوجهني عشان يأهلني أني أوصل لمرحلة أكبر من كذا. يقول وأطلع على طول للجامعة اللي جنب المستشفى اللي كان تحت الإنشاء وأدخل لي قابلني الشخص أو الشرطي المخصص للأمن حق الجامعة. قال لي وين رايح؟ قلت له أبغى قسم الإدارة. قال لي أنت غير مصرح لك بالدخول. قلت له الله يسعدك أنا محقق وعندي بعض الأشياء أبغى أخلصها. قال لي تفضل تفضل. قل يفتح السياج وأدخل بالسيارة لين قسم الإدارة المخصص للجامعة. يقول طبعا الجامعة كبيرة مرة. يقول وادخل لين عند المدير. مرحبا ومسهلا معاك المحقق سلمان. قال اهلا وسهلا حياك الله. يقول كان في نظرات الرعب والخوف. قال لي تفضل. ويدخلني غرفة جنب المكتب الرسمي حقه، غرفة مخصصة للانتظار او انه يتقهوى فيها او يشرب شاي. قال لي نعم حياك الله وش فيه وش السالفة؟ يقول قلت له اسمع ابغى اسأل الشخص المخزون عن المواد الكيميائية اللي موجودة عندكم، من هو اهو؟ قال لي وش حاصل عسى ما شر. قلت له لا بس سؤال بسيط ابغى استفسر منه. قال قل لي انا الان اجيبه لك. قلت له خليه يجي وراح اسأل لكم اثنينكم. قال ثواني. يقول يروح على مكتب حقه طيط 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 طيط. يا فلان تعال الآن المكتبي. وصدق يدخل الشخص هذا ويقعد هو المدير هذا. قال عسى ما شر وش صاير؟ يقول سألت عن المادة الكيميائية هل هي موجودة عندك أو لا؟ قال والله اسمع المادة الكيميائية هذه ترى ما نستخدمها بشكل واجد ولكن موجودة عندي في المخزن، تبغى تيجي تشوفها تعال. قال أبغى الكمية اللي استلمتها من الشركة والأشياء اللي تم استخدامها داخل الجامعة كم كميتها. صار عندهم نظام إذا جو يستخدمون المحاليل هذه لازم يحددون كم جرام استخدموه عشان المادة هذه محظورة مرة، فيعرفون مثلا المختبر ألف استخدم 10 جرام المختبر باء استخدم 20 جرام والكمية الموجودة عندهم نفترض مثلا 100 لتر 200 لتر ما أدري كم، ولكن عشان يسوون حسبتهم عندهم نظام داخل الجامعة لازم كل قسم يحدد كم استخدم من المادة هذه عشان بعدين لو صار الإحصاء والجرد داخل الجامعة يعرفون هذا القسم كم استخدم وهذا القسم كم استخدم واللي في المستودع كم راح يكون. سألت سؤال قلت له معليش افتح لي النظام حقك وعلمني كم كمية الاستخدام الموجودة عندكم. يقول دخل بالنظام قال المستخدم منها ما يقارب 200 ملي شيء بسيط. قلت له كم يكون موجود عندكم في المستودع؟ قال بيكون فيه 1800 ملي. قلت له زين ودني المستودع حقك. المهم صدقوا ياخذني وديني المستودع من باب الى باب من باب الى باب لين دخلنا المستودع المخصص للجامعة المخصص للمواد الكيميائية داخل الجامعة. يقول دخلنا واسأله قلت وين المكان؟ قال قدام. وامشي انا اياه حرفيا ما يقارب 100 متر مكان مليان مواد كيميائية وأنابيب وأشياء كثيرة. يوم وصلنا عندها يقول نفس العلبة حقتها فيها نفس اللتر كذا يعلمك كم فيها، إلا أناظر يا جماعة الخير صار المتبقي 700 ملي، يعني فيه كمية كبيرة مفقودة، وهذا الشيء ممكن يخليني أوصل للطرف الخير. اليوم الثاني رحت يا جماعة الخير لقسم الشرطة وقابل الضابط اللي موجود في المكتب هناك. قلت له يا حضرة الضابط أبغاك ترفع تحقيق على الجامعة اللي موجودة قدام المستشفى اللي كان قيد الإنشاء. قال لي ليه وش السالفة وش السبب؟ وصرت أذكر له الأسباب وأذكر له التفاصيل. قلت له بعد ما كشفنا على الميت اللي مات قبل أسبوعين بان إنه مات من أثر مادة كيميائية. بعد أنا توجهت للجامعة اللي موجودة جنبهم وسألت قسم المخزون اللي داخل الجامعة، وبعد البحث والتحري حصلنا إن المادة ناقصة اللي موجودة في المستودع. يقول على طول الضابط نظر فيني قال أبد الآن نرفع محضر تحقيق للجامعة ولكن أبغاك تكون معنا. قلت له ما عندك مشكلة. خذ رقمي وسجله عنده. قال لي بعد يومين راح تجينا الموافقة عشان نتخذ إجراء التحقيق
مع الجامعة نفسها، ويمر اليوم الأول واليوم الثاني وأجهز نفسي للحظة التحقيق هذه، وجلست مع مخزون المستودع ومع المشرف اللي فوقه، وكنا نوجه لهم بعض الأسئلة. من هذه الأسئلة سألناهم عن الكاميرات المخصصة للمراقبة، وين كاميرات المراقبة وين تسجيلها؟ قال دائما قسم المستودعات ما يكون فيه كاميرات داخل المستودع، ولكن برا المستودع نعم عند الباب وفي الأسياب الرسمية داخل المستودعات. قلنا لهم ليه ما حطيتوا طيب كاميرات في كل المستودعات؟ قال لأن المستودع هذا جديد عندنا، له ما يقارب 9 أو 10 سنوات، ورفعنا طلب أنهم يزودون الكاميرات داخل المستودع ولكن ما جانا أي رد. قلنا زين نبغاكم تستعرضوا لنا التسجيلات وتعلمونا الموظفين اللي مصرح لهم للدخول لهذا المستودع الكيميائي. صدقوا عطونا اسماء 3 موظفين، قال هذول هم بس المخول لهم انهم يدخلون لهذا المستودع. وصرنا الراجع في الكاميرات يا جماعه الخير، لاحظنا ان فيه ولد صغير يجي بعمر ال 22 او ال 21 سنه يدخل لهذا المستودع وياخذ بعض الاغراض. قلنا اكيد ان هذا الشخص هو المسؤول عن فقدان الماده الكيميائيه اللي موجوده جوا. رحنا نادينا المشرف وقلنا له هذا الشخص مين؟ قال ان هذا الشخص طالب عندي، وهذا من اميز الطلاب الموجودين عندي. قلنا له طيب كيف تعطيه اذن انه يدخل المستودع والمستودع هذا اصلا ما يدخل الا ناس مصرحين؟ قال ان هذا الطالب احنا نثق فيه ومن زمان يساعدنا في المواد الكيميائيه لانه يعرف فيها بشكل كبير. طبعا يا جماعه الخير العمل هذا عمل غير قانوني، بكتب ضابط الشرطه ان المسؤول والمشرف المخصص المستودع لازم يعرضون على اللجنه ويحققون معهم ويصلحون الخطأ اللي طاحوا فيه. ورحنا بحثنا عن الولد هذا لين حصلناه، قالوا انه موجود في احد الكلاسات داخل الجامعة. يقول سلمان مشيت انا والضابط لين الكلاس هذا، طقينا الباب طق 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 طق، يقول شوي الا الدكتور يشوفنا مع فتحة في القزازة في الباب كذا، وشاف ان الشخص اللي قدامه عسكري وطلع لنا مباشرة وقال سلامات وش صاير؟ فقلنا له الموضوع ان في طالب هنا اسمه فلان الفلاني نبغاه. قال طيب تمام. دخل كذا ناظر ونادى الطالب لنا، يقول شوي الطالب يطلع ويمسك العسكري وياخذه معه يوديه للغرفة داخل الجامعة مقفلة. سأل الضابط قال آخر مرة دخلت المستودع هذا متى؟ قال ممكن قبل شهر ونص. قال طيب اسمعني، في مادة كيميائية مسروقة من المستودع وبعد التحقيق وكل شيء اللي اتضح لنا ان انت الشخص اللي ماخذها. يقول صار يناظرنا واضح في وجه الخوف وفي كلام في ثمه يبغى يقوله، قام يقطع بالكلام يقول والله اي ماده وش تقصدون؟ ان في ماده وذكرنا له اسم الماده. طبعا الماده تبدا بحرف الثاء يا جماعه الخير للناس اللي يبغون الاثراء المعرفي، وانا والله العظيم اخاف اذكرها ويحاسبني اليوتيوب عليها، عشان كذا ما ابغى اذكرها. المهم قال ماده انا خدت منها قبل فتره. قال زين، يعني انت اللي اخذت الماده الموجوده في المستودع؟ قال لي نعم. قال طيب يعني انت المتهم الوحيد في قتل الشخص اللي كان موجود في المستشفى اللي قاعدين يصلحونه قدام الجامعة؟ أول ما قال للضابط الكلام هذا انهبل، أنا مالي دخل، والله مالي دخل، أقسم بالله إني ما سويت شيء. قال الآن نوديك إلى مركز الشرطة وراح نسجل كل شيء راح تقوله وراح نطلع من بطنك العلم. يقول سلمان صدق خذاه الضابط ورحنا إلى مركز الشرطة ودخلناه إلى غرفة التحقيق، وصرنا نسأل عدة أسئلة. في الأخير تبين لنا أن هذا الطالب ياخذ المادة هذه ويبيعها على عدة زباين، وخذنا منه أرقام العملاء اللي كانوا يشترون منه، فكانوا 4 أشخاص. بالأربع أشخاص هذولي كان منهم 1 بنت و3 عيال. ريم يا جماعة الخير إيه البنت، وريم تشتغل دكتورة بيطرية للحيوانات، والشخص الثاني يا جماعة الخير اللي هو سعيد يا جماعة الخير هو شخص عاطل عن العمل وما عنده أي وظيفة يمارسها، والشخص الثالث يا جماعة الخير اللي هو محمود يا جماعة الخير يشتغل فني تكييف في أحد الشركات الكبيرة، والأخير سعد يا جماعة الخير طالب يدرس في نفس الجامعة. الآن لازم نستدعيهم ونحقق معهم. في البداية استدعينا 3 عيال اللي هو سعيد ومحمود وسعد، قعدنا نسألهم عدة أسئلة. سعيد يا جماعة الخير اللي قلت لكم عاطل عن العمل، يقول سعيد أنا استخدم هذه المادة في بعض الأشياء الشخصية، ورانا أعماله بشكل كامل وتبيلنا صدق ان سعيد يستخدمها لاشياء مخصصه له بسبب النتائج والاشياء اللي عرضها لنا. وسعد يا جماعه الخير طالب في نفس الجامعه، يقول سعد انا اسوي بعض الاعمال على بعض الاشياء اللي عندنا وانا احب اثقف نفسي فعشان كذا شريتها منه. ومحمود يا جماعه الخير قال الماده موجوده عندي ما استخدمتها لحد الان، واذا تبغونها جبتها لكم، وصدق جابها لنا وحصلنا هذه الماده. طبعا هذول كلهم راح يتسلمون لانهم استخدموا ماده ممنوع استخدامها نهائيا، وهذه الماده بس مخصصه للدراسات. يقول باقي البنت هذه اللي اسمها ريم اللي هي متخصصة في مجال الحيوانات وبالأخص دكتورة بيطرية. فجبنا ريم هذه وقعدنا نستفسر منها، قلنا وش استخداماتك اللي تستخدمينها
للمادة هذه. قالت إن في بعض الحيوانات أحقنها بهذه المادة عشان تفقد حياتها بسرعة. تقول أنا أستخدمها لدراسات شخصية. هذول المتهمين الأربعة هم اللي موجودين عندنا. ولكن سلمان يقول في راسه الشخص اللي مات في الحديقة قبل 8 سنوات مستحيل إنه شراها من الجامعة. فأصلاً قبل 8 سنوات الطالب هذا مو موجود. قال خلني أطلع المدير الجامعة أسأله سؤال أخير. والسؤال هذا راح يبين لي هل 4 أشخاص هذولي بنفس الجريمة أو لا. ورحت سألت مدير الجامعة. مرحبا وما سهل بسأل. المستودع هذا اللي عندكم كم له من سنة؟ قال أصلاً الجامعة كلها ما اشتغلت إلا لها 4 سنوات. والطلاب اللي موجودين هنا كلهم توهم طلاب جديدين ما حد تخرج من عندنا. هنا أيقنت إن الموضوع فيه لبس شوي. هذول الناس لو نتعب نفسنا في التحقيق ما راح نحصل عندهم أي شيء. قلت له زين زين الله يعطيك العافية. يقول واطلع وأقول كلام هذا لضابط الشرطة اللي كان مستلم التحقيق. المهم قال لي ضابط الشرطة على كذا راح نسلم هذول للجهات المعنية عشان ياخذون إجراءاتهم. وانت يا سلمان ابدأ اشتغل من عندك. حاولت يا جماعة الخير اني اربط المواضيع يمين ويسار. حصلت ان اغلب الطرق عندي مقفلة ولا لقيت طريق واحد يوصلني لهذا المجرم. المجرم العنيف اللي قاعد يستخدم طريقة للقتل مختلفة نهائيا. المهم خليت عقلي يهدى لمدة 2 أو 3 أيام. طلبت اجتماع مع ولد الميت راح اسولف معاه سواليف بسيطة. وطلبت منه برضو انه يجيب جوالات واغراض ابوه اللي معاه. ان الان عرفنا وش اسلوب القتل ولكن من هو القاتل وش اللي خلاه يواصل لهذه المرحلة ويقتله. جبت الولد عندي وصرت اسولف معاه. كيف حالك؟ طيب؟ امورك زينة؟ الحمد لله بخير. قلت اسمع ابوك ما لاحظت عليه في الاونة الاخيرة شيء؟ قال والله انا اغلب وقتي اكون عند امي ما اجلس عند ابوي واجد. ولكن اللي اعرفه عن ابوي انه شخص عملي مرة 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 مرة. وكل علاقاته واصدقائه مع ناس عمليين. مثل ما انت شايف الثروة اللي بقاها لنا كانت ثروة كبيرة مرة. قلت له طيب احتاج اراجع جوال ابوك هل تسمح لي؟ قال ابد ما عندك مشكلة. طبعا هذا الشيء اللي قاعد اسويه انا ما لي حق اني اسويه. هذا ما تسويه الا الجهات المعنية في هذا. يقول واخذ الجوال وافتحه واصير ابحث بشكل مفصل بالرسائل بالصور. قعدت ابحث عن اشياء بحث عنها حتى في الاونة الاخيرة. الصدق ما ظهر لي اي شيء. صرت ابحث عن جهات الاتصال اللي اتصل عليهم قبل ما يموت. برضه ما في شيء يثير حرفيا الشكة. كنت مشكك في اسلوب القتل هذا. قلت يا اخي وشلون ومن القاتل الذكي اللي وصل لهذه المرحلة يذبح بدون ما احد ينتبه. وطلعت من عند الولد هذا ومرت الايام ومرت يا جماعة الخير الشهور. مر على وفاة هذا الرجال ما يقارب 4 شهور والقضية لم تحل حتى الان. ولكن قدرت احرك في القضية من البداية وبين لهم ان هي ما هي سكتة قلبي. المهم سلمان يقول انا تعبت من هذه القضية والايام تمشي ولاني قادر اكشف هذا الموضوع. ولو كشفت هذا الموضوع حرفيا راح يصير اسمي مشهور بين المحققين وبين المدينة نفسها. وطلعت ذاك اليوم عند المحقق عبد الرحمن. قلت له السلام عليكم صباح الخير يا محقق كيف حالك طيب ان شاء الله. واصير اقول له الموضوع واقول له على الانجازات اللي سويتها في الاونة اللي فاتت اني رحت بحثت وحققت وسويت كذا وسويت كذا. قال لي طيب وش سويت مع التحليل؟ قلت له يوم مسحوا التحليل قالوا صدق انه تعرض لمادة اسمها والمادة هذه من المواد الخطيرة والمادة هذه من المواد الممنوعة. ولكن صدمني رد المحقق عبد الرحمن. قال لي أصلا من أول ما تشوف الصور وتشوف شعره طايح وفي أماكن متغير شكلها تعرف أنه تعرض إلى مادة كيميائية. المادة الكيميائية كذا تسوي بالإنسان. يقول سلمان على طول قلت للمحقق عبد الرحمن يا محقق كم تتوقع الجرعة اللي حقنت في هذا الشخص؟ من هذه الجرعة راح نحدد وين المكان اللي كان فيه قبل ما ياخذ الجرعة. طبعا يا جماعة الخير المادة هذه ترى خطيرة في حسبتها شوي دقيقة. تعتمد على الوزن وكل كيلو يحقن من 10 إلى 15 ملي جرام. يعني إذا وزنك 100 لازم تحقن 1000 ملي جرام. ارتفاع الكمية هذا راح يسرع عملية الوفاة. يعني إذا الشخص حقن بكمية كبيرة راح يموت بسرعة. وإذا حقن بكمية لو 1 ملي جرام لكل كيلو حرفيا راح يقعد فترة بين 24 ساعة إلى 48 ساعة. بعدها راح يفقد حياته. قال لي المحقق عبد الرحمن أصلا كان باين ترى من شكله إنه حقن بهذه المادة. قلت له طيب وش تشوف نسوي؟ قال والله اسمع أنا تركت هذه القضية لك فبغاك تعتمد على نفسك وتحاول تفوز بهذه القضية. وانا اوعدك اول ما راح تفوز راح اكلم لك شخص يوظفك مع الحكومة وتصير محقق ولكن لازم تفوز بهذه القضية. يقول سلمان اول ما قال لي الكلام هذا المحقق عبد الرحمن جاني حماس غير طبيعي وجدد الشغف عندي اني اكشف من هو القاتل. يقول مهم مرت الايام بعد فترة اتصلوا علي مركز الشرطة. السلام عليكم محقق سلمان تعال في شخص يبغى يقابل. واطلع مباشرة الى مركز الشرطة. مرحبا هلا والله. قال معاك المحقق ناصر.
ناصر من المدينة الفلانية، والمدينة هذه تبعد عن المدينة حقتهم ما يقارب 80 أو 90 كيلو. قال والله سمعت عن الموضوع اللي قاعد تحقق فيه ودي أشاركك بعض الأشياء. قلت لا أبد حياك الله، وش الموضوع اللي تبغى تساعدني فيه؟ قال خلنا نطلع الآن من القسم ونتفاهم. قلت وأطلع أنا وياه بالسيارة حقتي. قال لي أنا سمعت في ناس عندكم يموتون وتكون أصابعهم مقطوعة. قلت له إيه نعم. قال ودي تعطيني انطباعك عن هذه الجريمة. يقول سلمان وصرت أقول قلت إن هذه الجريمة صارت بالطريقة هذه وعن طريق حقن مادة، والمادة هذه تأخذ مفعولها على حسب الكمية. قال لي على طول المحقق ناصر طيب هل في أثار في جسمه تبين إنه حقن بهذه المادة؟ لأن المادة هذه أول ما تحقن تسبب زي الطفح الجلدي أو انتفاخ المنطقة. قلت له لا والله ما في أي شيء، ولكن ما أدري كيف وصلت الجسم. قال طيب اسمعني، أنا أبعد عنك في المدينة الثانية ما يقارب 80 أو 90 كيلو. السنوات اللي فاتت وتحديدا آخر 4 سنوات ماتوا ما يقارب 12 واحد وكلهم بنفس الأسلوب. يوم جمعت الأدلة لاحظت إن كل اللي ماتوا 12 كلهم من الطبقة الغنية، يعني العامل المشترك بينهم إنهم أغنياء. قال وأنا أبغى أعرف الشخص اللي مات عندكم آخر مرة هل هو من الطبقة الغنية؟ قلت له إيه نعم يا محقق ناصر من الطبقة الغنية. وقلت له موضوع الشخص اللي قبل 8 سنوات اللي مات عند النادي حقنا، ولكن قلت له ما أدري هل هو من الطبقة الغنية أو لا. قال لي فأتوقع أنها من الطبقة الغنية، القاتل هذا يستهدف الناس الأغنياء ولكن ما ندري منه وليه دائما يقطع أصابعهم. أول ما قال لي الكلام هذا المحقق ناصر حسيت أني اكتشفت شيء راح يقرب لي الموضوع وراح أعرف وأستكشف منه القاتل. قال لي بما أن آخر قتيل كان موجود في مدينتنا قبل شهر واللي مات عندكم مات قبل 5 شهور، فأتوقع أن القاتل متمركز في مدينتنا الآن. وش رأيك تجي معاي مدينتنا وأوفر لك السكن وأوفر لك كل شيء ونعيش مع بعض لين نحل هذه القضية؟ يقول قلت له مباشرة تم أنا معاك وأنا من أول أبغى أحلها. قال لي أبد، تعال لي بكرة ووريك المكان راح نسكن فيه والمكتب اللي راح نبدأ فيه التحقيقات ونخطط فيه على كل شيء. يقول سلمان رحت للمحقق عبد الرحمن واستأذنت منه أني راح أطلع من المكتب فترة لين أحل هذه القضية وراح أرجع بإذن الله. قال لي أبد خذ راحتك وإذا احتجتوا شيء اتصلوا علي. قلت له زين. المهم يوم وصلت عند المدينة المخصصة للمحقق ناصر وراني مكاني ومكان العمل والمكان اللي راح نسكن فيه. قلت له محقق ناصر بما أن أنت عندك علاقات في المدينة هذه والمدينة هذه تعتبر كبيرة والأغنياء فيها كثيرين، أنا في سؤال محيرني. قال أبغى أعرف الكمية اللي حقن فيها الشخص كم كانت من ملي جرام. قال لي طيب ما نقدر كذا نشوفها لأن الشخص مات وكل شيء انتهى. قلت له لا أنا عندي أسلوب تحليل راح يبين هذه الحالة، نبغى آخر شخص مات وين مكانه وين سيارته. قال لي امش معي وراح وداني عند المكان حقه واتصل على الولد قال افتحوا لنا السيارة. قال وش عندك وش تبغى تشوف في السيارة؟ قلت له راح أشوف السيارة، إذا كان شعره كان قاعد يتساقط في السيارة معناها أن الكمية قليلة مرة اللي قاعد يحقن فيها، كان يمارس حياته بشكل طبيعي ولا يدري أنه محقون، ولكن إذا كان ما فيها شعر متساقط في السيارة هذا راح يثبت لنا أن الشخص حقن بكمية عالية مرة. صدقوا فتحنا السيارة وقعدنا نراقب وندقق ما حصلنا أي شيء من أطراف الشعر داخل السيارة. سكرت الباب وطلعت. قال لي المحقق ناصر ها أمورك زينة؟ قلت له زينة أركب بس. قال ها وش حللت؟ قلت له أتوقع أن القاتل هذا يخطف الناس وبعد ما يخطفهم يعبيهم بحقنة كبيرة مرة، يقعد الشخص فترة بسيطة ويجي حالة تسمم ويموت. قال لي والله من الممكن. المهم يقول طلعنا وقعدنا في مكتبنا وصرنا نراجع ونحلل ونبغى نعرف وش صار وش ما راح يصير بعدين ومنه الشخص المستهدف بعدين، فطلعت لي فكرة. قلت يا محقق ناصر وش رايك نروح لقسم الشرطة حق المدينة، تعرف ناس فيه يقدرون يفيدوننا؟ قال لي أعرف. قلت له أبغى أسأل بس أسئلة بسيطة ممكن في أحد يفيدني. قلت له ودني وبعلم. المهم وإحنا على الطريق قلت له اسمع محقق ناصر، بما أن الشخص هذا يخطف الناس وبعده يحقنهم بهذه المادة فأكيد الشخص هذا أول شيء جسمه كبير، ممكن يكون شخص أو شخصين ما ندري كم عددهم، ولكن نبغى نسأل الشرطة هل في الآونة اللي فاتت في ناس تعرضوا إلى حالات خطف، وكيف يعرف المجرم هذا ضحيته ويحدد الوقت ويختار أفضل وقت عشان يخطف فيه الضحية نفسها؟ قال والله ممكن، خل نروح نسألهم. يقولوا دخلنا على قسم الشرطة ووجهنا لهم السؤال هذا، قلنا لهم هل في الآونة الأخيرة في أشخاص تعرضوا للخطف؟ يقول قال لي الرجال اسمع أنا الآن ما راح أقدر أفيدك أو أبحث عن السجلات الآن، ولكن راح أسوي لك بحث في كل المدينة حقتنا، مثل ما أنت عارف مدينتنا فيها ما يقارب 17 مكتب شرطة، راح أسوي بحث كامل وهذا البحث يحتاج 24 ساعة، بعد 24 ساعة بإذن الله راح أتصل عليك وأعلمك بكل شيء. قلت له زين إحنا في انتظار. ومرت يا جماعة الخير 24 ساعة وننتظر الاتصال من ضابط الشرطة اللي داخل قسم الشرطة، فجأة اللي يرن الجوال ترن ترن ترن
مرحبا. قال معاك الضابط الفلان والفلاني. قلت له حياك الله. قال اي نعم، في كاميرات مراقبة سجلت ان في شخص كان بيخطف واحد من عند البيت. قلت له زين وين مكانه بالضبط؟ والكاميرا هذه فيها تسجيل فوق 60 يوم؟ قال لي اي نعم كل شيء موجود، ولكن انتظر الاذن عشان اقدر اعرض عليكم التفاصيل. قلت له زين احنا في انتظارك والان جايين. صدق يا جماعة الخير ونطلع على طول لمركز الشرطة، لان هذا الشيء راح يبين لنا من هو القاتل المتسلسل اللي قاعد يذبح الناس وهو يعرف كل شيء عنده. يقول لو ندخل مركز الشرطة، قال شوفوا هذه التسجيلات من احد البيوت الموجودة عندنا. فاول سؤال طرى في راسي قلت له هل هذا الشخص غني؟ قال لي يا جماعة الخير اي نعم هذا الشخص غني. من هنا بديت افرح واقول انه وصلنا الى طرف الخير. المهم شغلنا المقطع، اللي صدق يا جماعه الخير في المقطع والكاميرا قاعده تسجل من فوق البيت في الزاويه، راعي سياره وصل عند باب البيت والرجال هذاك ما ادري ليه فتح له الباب كانه يعرفه. المهم فتح له الباب وجاء بيحاول يخطفه، الا فجاه اجارهم اللي قدامهم طلع من البيت ومعاه سلاح يا جماعه الخير، ويطلع السلاح ويطلق فوق في الجو طراخ طراخ طراخ. يقول الا الحراميه هذول انحاشوا. قلت له ابغى اجلس مع الشخص هذا ضروري 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 ضروري، لازم اجلس معاه ابغى اعرف هل الشخص هذا يعرفه او لا. قال بيجينا باذن الله بكره هو وولده الكبير وراح تحققون معاه وتاخذون راحتكم. قلت له ما عندي صبر الان ابغى اروح له. قال لي ما نقدر. قلت الان لو ما رحنا له الان ممكن في اي لحظه يموت، هذا طرف خيط كبير مره تكفى لا نفقده. قال اجل قوموا خل نروح له كلنا. صدق شغلنا السياره وركب معنا ضابط الشرطه والمحقق ناصر ونروح البيت الرجال هذا وندخل عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. قال الضابط ان المحقق سلمان عنده بعض الأسئلة وده يوجهها لك. قال أبد حياك الله. فصرت أقول له يا جماعة الخير هل الشخص هذا بينك وبين علاقة؟ قال لي لا. قلت هل هذا الشخص تعرفه؟ قال لي لا. قلت له هل الشخص هذا قد قابلته في أي مكان؟ قال لي لا. قلت يا لحون وشلون طيب يعرف بيتك وليه أنت طلعت له؟ قال لا أنا ما طلعت له أصلا، أنا طلعت هذا وقت دوامي. قال كيف وقت دوامك؟ قال لا هذا وقت العمل حقي، هذا الوقت اللي أطلع فيه أنا العمل. قلنا دقيقة، هذا الشخص حدد وقت العمل حقك؟ وشلون خمن هذا الشيء؟ يقول قال الرجال يا رجال تحصل من الحرامية ذولي الموجودين في الشارع، وهو ما يدري ان الخافي اعظم، وهو ما يدري ان هذا الحرامي اللي جاه ممكن يقتله ويقطع اصبعه معه. كان ما يدري عن اي شيء. قلت له يا عم ترى الموضوع مو بسهل والموضوع اكبر من الشيء اللي انت تعتقده، لا تحسب انه حرامي بس، هذا الشخص راح يخطفك ومن الممكن انه يقتلك. يقول انصدم الرجال وصار يناظر فينا. قال طيب ايش تبغون اسوي لكم واقدم لكم من خدمات؟ قلنا اللي نبغاه منك بس تجلس في بيتك وما تطلع وخلي عيالك جنبك، لو صار اي شيء بلغونا مباشره. قال ابشر ابشر. ونطلع يا جماعة الخير واستأذن الضابط ان ناخذ التسجيل وناخذ المكتب حقنا، تسجيل الكاميرات حقت البيت في اخر 60 يوم، واشغل يا جماعة الخير المقاطع هذه واخليها على شكل سريع لانه مستحيل اني بناظر 60 يوم في يوم واحد. صرت اسرع المقاطع حرفيا ضرب 30 او ضرب 40، يعني سريعه مره، ابغى اشوف اختلافات. يقول ماني قاعد احصل شيء مختلف، واحد يوصل طلبات ولا الخدامه تطلع ترمي برا ولا هم طالعين من البيت رايحين لاعمالهم ولا طالعين اهل البيت وماشيين من البيت. يقول ما في شيء مختلف. يقول على هذه الحال ولكن في اخر 15 يوم في شيء حصلته مختلف. سايق الدباب اللي يوصل الطلبات مو نفس الشخص المعتاد اللي يوصل الطلبات للبيت. في اخر 15 يوم تغير هذا الشخص وصار شخص ثاني. يقول هذا الاختلاف اللي جاء في بالي، وحق الطلبات هذا وهو حق البقاله نفسهم القريب عندهم. صورت الشاشه نفسها بالجوال وطلعت للسوبر ماركت القريب من عندهم. قلت لهم سلام عليكم، تعرفون الموظف هذا؟ قال لي نعم هذا موظف جديد وظفناه في اخر 15 يوم. قلت له طيب وينه الآن؟ قال الآن مع الجا يقولون انه سافر. يوم قالوا الكلمة هذه حرفيا انا من داخلي استأنست وايقنت ان القاتل كان متنكر بشخص يوصل طلبات للبيت، فكان هدفه من توصيل الطلبات انه يسجل الاحداثيات ويعرف الشخص هذا متى يطلع ومتى يدخل. فخدت المعلومة هذه فعشان أأكدها رحت لناصر وقلت له، قلت ناصر اسمعني، قلت له اتوقع اني عرفت الشخص. قال ابغاك تروح لبيوت الناس اللي قتلوا وتشوف اللي حوله، مطعم، بقالة، المهم تشوف اللي حوله من محلات واسألهم هذه الأسئلة. قل لهم هل في شخص يجي يشتغل عندكم بعد فترة يختفي؟ قال لي زين. طلع المحقق ناصر وقال أنا أحتاج حرفيا 24 ساعة لأن كل جريمة قتل تبعد عن الثاني وبيروح برضو العشر أماكن. يقول بعد فترة إلا قابل المحقق ناصر، قال لي اسمع يا سلمان بين العشرة هذولي في ثلاثة قالوا إيه إن في شخص يجي يشتغل عندنا مدة 20-30 يوم بعده يختفي، ولدرجة إنه يختفي ولا ياخذ أي
أجر أو أي مال بالعمل اللي سواه. فقلت للمحقق ناصر أجل سجل عندي. هذه مواصفات القاتل نفسه. أول شيء يشتغل موصل طلبات ويسجل إحداثيات البيت ويحدد الوقت اللي يقتلهم فيه وبعده يمشي. يقول سلمان يا جماعة الخير عشان أكد الموضوع وأنهي النقاش كامل، قلت مالي إلا حل واحد، أروح للمحلات هذولي وأقولهم وين سجل التوظيف حق الشخص اللي كان يشتغل عندكم قبل فترة. ولكن ما أقدر أسوي الشيء هذا بسبب إني أحتاج إن تكون معاي جهة أمنية تحقق في هذا الشيء. رحت وكلمت الشرطة، قالوا لي خلاص راح نطلع معاك عسكري عشان يساعدك في هذا الموضوع. صدقوا مر المحلات هذولي اللي قالوا قد اشتغل عندنا هذا الشخص، وسألناهم عن سجلات التوظيف. قالنا الأول والله أنا ما وقعت على أوراق، ولكن جاني بسبب إطراء بعض الأشخاص فكان يمدح فيه ويقول يعرفه. قلت له ترى هذا الشيء اللي سويته غير قانوني، ولكن نبغى الشخص اللي قال لك إن هذا الشخص يعرفه. قالنا زين. وصدق ومر المحل الثاني والثالث وكلهم يقولون نفس الكلام. قلت له الوضع مو طبيعي، يعني البقالات في أماكن مختلفة وكلهم يقولون نفس الشيء، أكيد الشخص هذا شخص كبير أو تاجر. وصدق التخمين هذا. فعطونا رقم الشخص هذا واتصلنا عليه، قلنا له السلام عليكم، معاك الجهات الأمنية، نبغى نجري معاك بعض التحقيقات. عسى ما شر ما أدري إيش. قلنا لا تعال وشرفنا القسم في بعض الأشياء نبغى نسولف فيها وننهيها معاك. قال خلاص نص ساعة أنا عندكم بالضبط. يقول سلمان صدق بعد نص ساعة إلا الشخص هذا جانا، وهذا الشيء أثبت لنا إنه ما يدري من هو الشخص ذا. المحلات قالوا لنا إن اسم هذا الشخص اسمه فاضل اللي كان يشتغل واللي اتهمناه إنه هو مجرم واللي تدور عليه الشبهات كلها. قلنا له السلام عليكم. عليكم السلام، هل تعرف فاضل؟ قال لي نعم أعرفه. قلنا زين زين، تقدر تجيبه لنا الآن أو تزودنا برقم جواله أو تعلمنا مكان سكنه؟ قال والله شوف مكان سكنه ما أعرفه، اسمه كامل ما أعرفه، ولكن اسمه اللي أتذكر إنه فاضل وقد اشتغل معاي لفترات طويلة. قال ولكن آخر 4 سنوات يقول إنه تعرض للإفلاس. قال طيب. قلنا له طيب عطنا رقم جواله أو اتصل عليه الآن، نبغى نعرف وينه فيه وحاول تقابله، نبغى نرلق القبض عليه. قال لي وش السالفة؟ وصرنا نشرح له الموضوع. قال أنا والله العظيم إني ما أدري على الموضوع، ولكن يبين لي إن الرجال كويس عشان كذا أنا قاعد أساعده. قال لا مو على كيفك، وكيف تسوي هذا الشيء بدون ما يكون في أوراق قانونية؟ طبعا الأشياء هذه مو مشكلتنا إحنا، مشكلتك أنت. قال طيب وش رأيكم أنسق معاه ونقابله ونلقي القبض عليه؟ قلنا له إذا بتسوي الشيء هذا راح نصرف النظر عن الأشياء اللي سويتها قبل وإنك كنت توظفه بدون أوراق قانونية. قال خلاص تم. صدق وننسق يوم ويتصل على هذا الشخص. طبعا المكالمة هذه راح تكون مسجلة وعندنا المكالمة اللي بينهم عشان نثبت عليهم كل شيء. اتصل عليه إلا رد شخص. قال السلام عليكم. قال عليكم السلام ورحمة الله، فاضل كيف حالك طيب؟ قال مرحبا أهلا وسهلا حياك الله، وش حاصل؟ يقول قال للرجال وينك؟ قال أنا مسافر واحتاج يمكن كذا أبو 20 يوم وأرجع. طبعا في هذه اللحظة وهو قاعد تصير المكالمة الجهات الأمنية قاعد تحدد موقع الاتصال حقه وهو في المدينة موجود في أحد المباني في المدينة. يقول الجهات الأمنية طلعوا وحددوا المكان ولكن ما يقدرون يداهمون هذا المكان إلا لما يجي إذن من رئيس القسم كامل، ولكن عرفوا رقمه وعرفوا صوته وعرفوا اسمه وعرفوا المكان اللي ساكن فيه. وصدق يا جماعة الخير حددوا بعد 3 أيام راح يداهمون هذا المكان. المكان كان في منطقة قديمة مرة والعمارة اللي ساكن فيها عمارة مهترية لأبعد درجة. يقول سلمان جت الشرطة ذا المكان وتخبت في السطح وفي ناس متخبين في الحارة وأشكال وأنواع. يقول في ناس لابسين حقين النظافة وفي ناس يشتغلون سواقين عند الباب. يقول المهم الجهات الأمنية اتخذت أفضل الإجراءات عشان يلقون القبض على فاضل هذا وحددوا رقم الشقة ورقم كل شيء مع المراقبة، إلا في شخص طلع من الشقة نفسها ونزل وطلع من العمارة تحت وراح لين البقالة، ولكن ما ندري هو فاضل أو لا. يقول حقوه 2 من الشباب هو دخل البقالة ويدخلون وراه. يقول هو عند خلاص يبغى يحاسب، هو بيدخل يده في بوكه إلا يمسكون يده ما تسمعون إلا ترخ ترخ اللي هي الكلبشات على يده. يا ولد شو السالفة وما أدري إيش. اسكت ولا كلمة ولا كلمة. يقول الشخص اللي يشتغل في البقالة قاعد يناظر مستغرب. يقول إلا الضابط يقول له اسحب جوالاتهم كلهم لا يبلغ أحد موجود معهم في العمارة. يقول أول ما قبضنا عليه تركبوه السيارة. يقول للمحقق يسأله قال له أنت فاضل؟ قال لا فاضل نايم في الشقة مع 4 نايمين، يعني عددهم في الشقة كلهم 5. يقول للضابط قال لنا اسمعوا ادخلوا ولا حد يسمع لكم صوت واقبضوا عليهم وطلعوه. يقول سلمان دخلوا الضباط وافراد الشرطة عليهم وما حد يسمع لهم حس. يقولوهم نايمين الا تسمع صوت القيود في رجولهم طرخ 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 طرخ. حط القيود يا جماعة الخير في رجولهم كلهم. يا ولد وش السالفة؟ قف قف اقسم بالله قف قف قف. ايه اتفاضل قف قف تعال 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 انجن انجن. ايه انجنوا انجنوا وشلون وصلوا لنا؟ يقول يوم قبضنا عليهم وديناهم لقسم التحقيقات. معلش يا جماعة الخير اني قاعد اضحك ولكن والله قاعد اتخيل الموقف. خلوا عليهم نايمين طرخ القيود في رجولهم طلعينهم. المهم يودونهم قسم التحقيقات ويصيرون يحققون معهم. اول واحد سالناه عنهم قلنا وين فاضل؟ يقول اشر على واحد قال هذا فاضل. نادينا التاجر اللي هو خويه قلنا له طلع لنا فاضل من ورا
مره القزازه، صدق يؤشر على نفس الشخص اللي اختراهم والنادي فاضل، ونصير نحقق معاه تحقيق دقيق لابعد درجه. صار فاضل يا جماعه الخير يمر بحاله نفسيه، حاله نفسيه خطيره مره. يقول بسبب ضعف الماده عنده كان يكره التجار بشكل كبير وما يحبهم، وبعد التحقيق يقول اسماء التجار اللي هو ذبحهم كلهم كانت اسماءهم تسجل في الجرائد، فاي تاجر يطلع في الجريده ويعرض شيء جديد او خدمات جديده او تجاره جديده كان يروح له ويذبحه، لانه يقول احس بالنقص اذا شفتهم. يقول سلمان سالت السؤال اللي ابغى اساله من زمان، يقول هذا السؤال اللي قاعد في قلبي من يوم ما كنت في قريتنا. سالت اول شيء عن الجريمه الاولى اللي صارت جنب النادي واعترف فيها وقال انا اللي قتلته. قلت له بس السؤال الثاني ليه كنت تقطع اصابعهم؟ يقول يوم قلنا له ليه تقطع اصابعهم قام يلف يمين ويسار، الاخير اعترف وقال عشان اذا ضربت الابره في منطقه الاصبع الاصبع راح يتهيج وانا راح ادخل الماده بشكل كبير في يده. يقول فاقطع اصبعه عشان ما احد يدري وش الماده اللي حقنته فيها. وبعد ما اعلنوا هذا الخبر ان سلمان قدر يوصل لهذه الاستنتاجات الكامله صار اسمه يسجل في الجرائد انه واحد من افضل المحققين الموجودين في البلده بسبب شغفه وطموحه ورا هذا الموضوع. ولهنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه هذه القصه، واتمنى اني وفقت في روايه هذه القصه حرفيا اللي فيها تفاصيل بشكل كبير واستغرقت مني قسم بالله العظيم وقت عالي مره. اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، رايكم يهمني. وبرضه في نفس هذا الوقت راح ابدا في تسجيل القصه الثانيه، والقصه الثانيه راح تكون عن احد المهربين، مو المهربين البسيطين لا لا لا، مهرب بشكل مختلف. انتظرونا في المقطع الجاي. سلام عليكم.